ومن البصرة ينضم إلينا مراسل غدة صهيب الفهدوي. صهيب، دعنا في صورة، ما الذي يحدث في البصرة حتى الآن؟ نعم، في الحقيقة منذ ساعات الصباح الأولى خرجت تظاهرة حاشدة أمام مبنى مجلس المحافظة. هذه التظاهرة كانت تشيع جثمان أحد القتلى الذين سقطوا في المواجهات يوم أمس، لكن سرعان ما تحولت هذه التظاهرة كما هو في كل يوم إلى مصادمات مع أجهزة الأمن. تقوم القوات الأمنية بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي لتفريق المتظاهرين. بعد ذلك تجمعت تظاهرة أخرى أمام مبنى المحافظة مساء، ولكن هذه التظاهرات التي انطلقت مساء تحولت إلى مصادمات وخرجت عن السيطرة، وأدت هذه المصادمات إلى إحراق مبنى المحافظة بشكل كامل وإحراق إحدى الآليات التابعة للقوات الأمنية. حتى هذه اللحظة هنالك صدامات ومواجهات بالقرب من مبنى المحافظة وعدد من شوارع البصرة. يرفض المتظاهرون العودة إلى منازلهم. حصيلة هذه المصادمات بحسب مصادر غير رسمية تتحدث عن سقوط 6 قتلى من بين المتظاهرين، وهنالك العشرات من الجرحى سقطوا في هذه المواجهات. في هذه اللحظة التي أتحدث فيها كانت يعني المواجهات مستمرة مع أجهزة الأمن في عدد من شوارع البصرة. قبل أن ندخل إلى هذه المداخلة، كان هنالك تشييع لاثنين من القتلى الذين سقطوا، تم إخراجهم من دائرة صحة البصرة وأخذهم المتظاهرون. ربما سنشهد يوم أمس أيضا تجدد للتظاهرات وتشييع هذه تشييع جثمان الجثث الذين أو القتلى الذين سقطوا اليوم خلال هذه المواجهات. طيب يعني في الحقيقة الأمور في البصرة تخرج عن السيطرة. نعم، الأمور تخرج عن السيطرة كما ذكرت. ربما الأمر خطير وتطورات خطيرة تشهدها البصرة حتى الآن، ارتفاع عدد القتلى إلى 6 أشخاص حتى الآن، وعلى ما يبدو أن هناك أيضا المباني الحكومية في البصرة هي هدف للمتظاهرين. أليس هناك من تدخل حتى الآن للسلطة، وهنا أعني الحكومة المنتهية ولايتها؟ نعم، في الحقيقة لربما الأوضاع السياسية في بغداد أثرت كثيرا على إمكانية الحكومة لاحتواء هذه التظاهرات. منذ أكثر من شهرين تظاهرات البصرة يعني تجوب شوارع المدينة وتطالب بالخدمات ومطالب مشروعة أبرزها مياه الشرب وإصلاح الوضع الاقتصادي في المدينة، لكن المتظاهرون لم يلمسوا من الحكومة أي إجراءات حقيقية من أجل تلبية مطالبهم، الأمر الذي دفعهم إلى التصعيد من هذه التظاهرات. وكذلك محاولات السلطات فض هذه التظاهرات بالقوة شكل دافع وأيضا سبب إضافي يدفع المتظاهرين إلى أعمال عنف، حرق مبنى المحافظة، اليوم حرق إحدى آليات الجيش. كل هذه الأعمال مستمرة بسبب التطورات في عدم تلبية الحكومة مطالب المتظاهرين. نعم صهيب، في نشرتنا اللاحقة، شكرا جزيلا لك.